فيعني الإنسان عندما يضع في باله مثل هذه الفكرة ويريد يقحم نفسه في قضية هذه المناقشات والمهاترات مع الآخرين، كون يخلي في حسابه أنه هذا الشخص اللي أنت الآن تريد تتناقش وياه وتريد يعني تأخذ وتعطي معه في الحديث، المفروض هو خلفيته الفقهية، خلفيته الفكرية مبنية على هذا الأساس، أنه من أين ما تقلبه المفروض أنه يأتي بشيء يحاول أن يرجع حاله إلى الحال الأول، وإن كان ذلك الشيء كذب، تحريف، وضع بأي طريقة من الطرق. أعظم الأدلة لو جيء بها وقيل أن هذا الدليل يثبت أن الأول ليس بأول، يقول في النهاية أن الأول وقع وهو الأول، فهذا الذي تتكلمون فيه المفروض أخفوه لأنه لن يغير من القضية شيء. فعموما هذا الحديث لأهميته وتواتره ورد في صور مختلفة. السيد الشارح رحمه الله يذكر يقول صرح في 10 صور منه، من هذا الحديث 10 صور منه صرح فيه بالخلافة، أنه خليفتي، بالخلافة لمن يؤازره دعوته، وفي 8 منها أي 8 صور من هذه الصور التي وردت صرح بها بالوصاية أنه وصي، وفي 5 منها صرح بالوزارة، وفي 3 منها صرح بالوراثة، وفي 3 بالولاية، ولي وخليفتي ووصي ووارثي. في هذه الصياغات المختلفة والمتعددة لحديث الإنذار وردت هذه المفردات صريحاً، فعليه كيف يتعامل مع هذا الحديث؟ يتعامل مع هذا الحديث أن هذا حديث كذب. لماذا هو حديث كذب؟ قال لأنه لم يرد في البخاري، ما دام لم يرد في البخاري فمعناه أنه كذب. لماذا؟ قال لأن كل ما ورد في البخاري صحيح وغيره ليس بصحيح. قل هاي الكبرى مضبوطة، أنه كل ما لم يذكر في البخاري ليس بصحيح، على ما ذكرناه أن ما لم يذكر في البخاري على مبناه إما أنه ليس بصحيح وإما أنه صحيح لكنه يضر ما مبني، يضر ما موجود، فعليه لا يروى لأنه مما يجب أن يطوى.